السلام عليكم ورحمة الله. تجربتنا اليوم إن شاء الله راح تكون تصميم دائرة كنترول في ترافيك لايت باستخدام الفاينانس ستيت ماشين. راح نتعلم بهذه التجربة إن شاء الله كيف نصمم دوائر سيطرة باستخدام الفاينانس ستيت ماشين، وأيضا راح نستخدم طريقة التصميم إنه نستخدم كومبوننت حتى يكون التصميم مالنا متكامل. راح نستخدم كومبوننت استخدمناها في المختبرات السابقة، وراح أيضا اليوم نتعلم كيف نصمم الفاينانس ستيت ماشين حتى نعمل كنترول على دائرة معينة. حالتنا الدراسية اليوم لتصميم الكنترول هي الترافيك لايت، وراح نسقط المشروع مالنا على النكسس 4 FPGA بورد حتى نشوف الفانكشناليتي الخاصة بهذا البروجكت. أخذنا في المختبر الثالث الفاينانس ستيت ماشين وصممنا بها كاونتر. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الفاينانس ستيت ماشين حتى نصمم بها كنترول يسيطر لي على ترافيك لايت. مثل ما تعرفون أنتم الترافيك لايت حالة دراسية مشهورة. الفاينانس ستيت ماشين هي سيكوينشال سيركت تستخدم في الكثير من الديجيتال سيستم اللي تسلك سلوك تسلسلي اللي عندها مسار تمشي به. فأحد أهم الحالات الدراسية اللي ممكن أن نصموها باستخدام الفاينانس ستيت ماشين هي الترافيك لايت. مثل ما تعرفون أنتم الترافيك لايت بسيكونس معين يمشي عليه، مثلا المصباح الأخضر يكون شغال لمدة معينة، ثم بعدها ينتقل إلى المصباح الأصفر، ثم بعدها إلى المصباح الأحمر، وهكذا لكل الطرق اللي موجودة عليها الترافيك لايت. فحالتنا الدراسية إن شاء الله اليوم راح ندرس على تصميم كنترول لترافيك لايت. مثل ما تعرفون انتم الترافيك لايت يستخدم لتنظيم سير الطرق، فما راح ندخل بالتفاصيل النظرية شنو هو الترافيك لايت. راح رأسا نجي على الحالة الدراسية اللي راح ناخذها اليوم. احنا راح يكون عندنا ترافيك لايت عبارة عن طريقين فقط، الطريق الاول والطريق الثاني. كل طريق من هذه الطرق بي ترافيك لايت. مثل ما تعرفون انتم الترافيك لايت يتكون من ثلاث مصابيح ريد جرين يلو. فالطريق الاول راح يكون R1 Y1 G1 اللي هي ريد يلو جرين، والطريق الثاني راح يكون ايضا ريد 2 يلو 2 وجرين 2. هذا الطريق الأول وهذا الطريق الثاني. لما يكون الطريق الأول مفتوح يكون الطريق الثاني مغلق، ولما يكون الطريق الثاني مفتوح يكون الطريق الأول مغلق، حسب الأزمنة اللي راح ناخذها بعد قليل حتى نتعرف على الأزمنة لكل مصباح من هذه المصابيح. راح نستخدم هذه المصابيح نربطها إلى الـ FPGA board على الليدات اللي موجودة عندنا. فراح يكون عندي توقيتات المصابيح هذه بالشكل التالي. لما يكون الطريق الثاني هذا الرود 2 الطريق الثاني يكون جرين، اذا الطريق الاول راح يكون ريد، فيكون الحاله الاولى يكون الطريق الثاني جرين الطريق الاول ريد، يكون فعاله هذه الحاله لمده 30 سكند، ثم بعد ذلك ينتقل اللون الاخضر الى اللون الاصفر لمده 5 ثواني مع استمرار اللون الاحمر شغال للطريق الاول، راح يكون يلو 2 هو فعال بالإضافة إلى الريد 1 هو فعال لمدة 5 ثواني. بعد ذلك تنتقل العملية، الطريق الثاني يصير أحمر فال R2، ثم ينتقل الطريق الأول إلى الأخضر يكون R1 راح يكون لمدة 45 ثانية، لأن باعتبار هذا هو الطريق الرئيسي فيفتح لمدة زمنية أكبر من الطريق الثانوي. ثم بعد ذلك الطريق الثاني يبقى أحمر ويتحول الطريق الأول إلى الأصفر لمدة 5 ثواني، ثم بعد ذلك يتحول السيكونس مرة أخرى، الطريق الثاني يصير جرين والطريق الأول يصير ريد، وهكذا يبقى يدور بهذه الستيت ماشين. مثل ما لاحظنا هنا عندنا هذه التوقيتات راح تبقى تدور بهذه الستيت ماشين. حالتنا الدراسية كيف راح نصمم هذا الترافيك لايت؟ راح نصمم هذا الترافيك لايت بالطريقة التالية. راح تكون عندنا مجموعة حالات، راح تكون عندنا
مجموعة حالات هي اللي أخذناها قبل قليل، هي اللي أخذناها 30 ثانية ثم 5 ثواني ثم 45 ثانية ثم 5 ثواني لكل طريق من هذه الطرق. راح تكون عندنا الستيت ماشين بهذا الشكل. الستيت ماشين اللي راح نستخدمها لسيطرة على الترافيك لايت هي هذه الستيت ماشين. لما يكون عندي إشارة ستاند باي يعني الترافيك لايت غير شغال، أو في حالة مثلا الوضع الليلي يكون عندي الأصفر لكل الطريقين هم اللي شغالين إذا كانت عندي الستاند باي قيمتها واحد. فعندي مود من عندي نمط من أنماط العمل اسمه ستاند باي. لما يكون ستاند باي يكون الترافيك لايت مغلق يعني يكون أصفر لكل الطريقين، فيكون عندي الستاند باي وإشارة واحد. لما تكون الستاند باي قيمتها صفر راح يدخل إلى الريجولر مود أو نظام العمل الطبيعي، راح يبدي بالسيكونس اللي شرحناه قبل قليل اللي هو الطريق الثاني أخضر والطريق الأول أحمر، يبقى بهذه الحالة اللي هو الطريق الثاني أخضر والطريق الأول أحمر ما زال قيمة التايمر لا تساوي زمن الجرين 2 والريد 2. إيش قد الزمن؟ الزمن كان 30 ثانية. بعد ذلك إذا ساوى الزمن للثلاثين ثانية راح ينتقل من الأخضر للطريق الثاني وأحمر للطريق الأول، ينتقل إلى متى ينتقل؟ ينتقل لما التايمر أو العداد اللي يعد هذه الحالة ينتقل يساوي الزمن المحدد خاص بها، راح نخليه ككونستانت، ينتقل إلى الطريق الثاني يكون أصفر والطريق الأول يكون أحمر، ويبقى ينتظر في هذه الحالة ويبدأ يعد من جديد، يعد العداد من جديد إلى أن يتساوى مع الزمن المحدد لهذه الحالة اللي هي 5 ثواني. بعد ما تصير 5 ثواني راح ينتقل، متى ينتقل؟ لما يساوي 5 ثواني ينتقل إلى الحالة الأخرى اللي هي الطريق الثاني يكون أحمر والطريق الأول يكون أخضر، والعداد يبدأ يعد إلى أن يصل إلى الزمن المحدد لهذه الستيت اللي هي 45 ثانية. بعد ذلك لما يساوي 45 ثانية راح يصفر العداد وينتقل إلى الحالة الأخرى اللي هي الطريق الثاني أحمر والطريق الأول أصفر، ويبدأ يعد إلى أن يبقى بهذه الحالة إلى أن يساوى مع الزمن المحدد لهذه الحالة اللي هو 5 سكند. بعد ذلك يصفر العداد وينتقل إلى الحالة الأخرى ويبقى يدور بهذه السيكونس. فبهذه الحالة عندي زمن خاص بالجرين 2 ريد 1، وعندي زمن خاص باليلو 2 ار 1، وعندي زمن خاص بالتايمر ريد 2 جرين 2. فعندي كل حالة من هذه الحالات لها زمن محدد لها نقارن مع قيمة العداد اللي عد داخل هذه الستيت. هذه القيم راح نخلي نعرفها بالبرنامج مالنا ككونستانت مثل ما موجود عندنا هنا في الشرح. راح عندنا 3 مود، عندنا الريجولر مود اللي هو يعد بالنظام الطبيعي، وعندنا التيست مود، وعندنا الستاند باي مود. الريجولر مود راح تكون عندي التوقيتات مثلا 30 ثانية 5 ثواني 45 ثانية و5 ثواني، راح نعرفها ككونستانت لكل ستيت من الستيت ماشين. لما يكون عندي تيست مود هذا الجدول راح ينظم لي العمل. لما يكون عندي بالريجولر مود راح تكون توقيتات كالشكل التالي: التايم مال الجرين 2 ريد 1 30 ثانيه، التايم مال اليلو 2 ريد 1 5 سكند، وهكذا بقيه الازمان في النظام العمل الطبيعي. لما يكون عندنا نظام تيست اريد اسوي سويتش خارجي اخليه يعمل بنظام التيست حتى يعمل كله بشكل سريع حتى اقدر اشوف النتائج، راح أخلي الأزمان لكل الترافيك لايتس لكل مصباح هي 1 سكند. بدل ما أنتظر 30 ثانية لا أنتظر ثانية واحدة، بدل ما أنتظر 45 ثانية راح أنتظر ثانية واحدة فقط لغرض فحص آلية عمل الترافيك لايت. أما في حالة الستاند باي، في حالة الستاند باي راح يكون فقط عندي اليلو 2 والواي 2 هم الفعالين، البقية كلها راح تكون مغلقة. الستاند باي راح يشغل لي المصابيح الصفراء لكل الطريقين
وبقية المصابيح راح تكون مغلقة. مثل ما نعرف احنا لما نريد نحسب تايمر راح نحتاج الى تردد يعمل بسرعة معينة حتى نقدر نحسب كم كلوك من هذا التردد. مثلا لو اردنا ان نحسب زمن ثانية واحدة حسب سرعة الكلوك اللي مربوط عندنا، فخلي نفترض انه سرعة الكلوك اللي موجود عندنا هو 60 هرتز، فحتى احصل ثانية واحدة لازم اخلي العداد يحسب لي 60 كلوك من هذه الكلوكس حتى يحصل لي ثانية واحدة فقط. فراح نستخدم الكلوك ديفايدر اللي اخذناه بالمختبر الثالث كلوك ديفايدر عندنا بهذا الموديل حتى نحصل على الازمان بشكل دقيق. الان راح ننتقل الى الISE حتى نكتب الكود الخاص بينا. راح نبدي نكتب الكود الخاص بهذه الستيت ماشين، ثم بعد ذلك نمشي الى البروسيجر، نجي الى البروسيجر الخاص بالتجربه، نكتب الستيت ماشين ترافيك لايت، ثم بعد ذلك راح نستخدم هذا التوب موديل اللي هو يتكون من الستيت ماشين الخاصه بالسيطره على الترافيك لايت، ثم بعد ذلك نخلي كلوك ديفايدر حتى نحصل على السرعه المحدده، ونخرج الاشارات الى اللدات الموجوده في الكت. الان الخطوه الاولى نحتاج نكتب الترافيك لايت كنترولر ستيت ماشين. موجود عندكم الكود في الشيت، ولكن الكود يحتاج الى تكمله. راح نجي نشرح الكود بشكل بسيط. عندنا اشارات خاصه بالترافيك لايت هي الكلوك والتيست والستاند باي. لو نجي الى الموديل، هذا الترافيك لايت كنترولر بإشارة كلوك، بإشارة تيست، وبإشارة ستاند باي. وإشارات الإخراج هي ال R2 G2 و Y2 و R1 Y1 G1. راح نحتاج نعرف هذه المتغيرات داخل الكود مالنا حتى نصمم هذا اللي هي الكنترول ستيت ماشين. راح نجي نعرف الانتيتي الخاصة بالTCL. عندنا كلوك وعندنا تيست وعندنا ستاند باي، وعندنا الاضاءات الخاصه بالطريق الاول R1 Y1 G1 R2 Y2 G2. هاي تكون اوتبوت للدات. بعد ذلك هاي خلصت الانتيتي. راح نبدا بالاركتكتشر. الاركتكتشر راح نحتاج نعرف الازمان الكاونت التايمر الخاص لكل زمن من هذه الحالات. الحاله الاولى بها التايمر الخاص بالجي 2 ار 2 ار 1 عفوا. الحاله الثانيه بها التايم الخاص بالواي 2 ار 1 وهكذا بقيه الازمان. فراح نحتاج نعرف الى كونستانت الماكسيمم تايم، اعلى قيمه زمن هي 45 سكند عندي، فراح اعرف متغير من نوع انتجر قيمته 2700. ال 2700 من جت احنا فرضنا انه الكلوك مالي هو عبارة عن 60 هرتز، فكل 60 كلوك، كل 60 كلوك تساوي ثانية واحدة. فنجي نعرف التايمر على هذا الشكل. الماكسيموم تايم، أعلى تايماني عندي هو 45 سكند. لو نفتح الكالكوليتر عندنا 45 سكند في 60 راح يطلع لي ماكسيموم تايم. أعلى قيمة عداد هي 2700، يعني يحسب لي 2700 كلوك حتى احصل على 45 سكند. ايضا عندي زمن الطريق الثاني 30 ثانية في 60 هرتز راح يطلع لي 1800. لازم احسب 1800 كلوك من الكلوك المولدة بسرعة 60 هرتز حتى احصل على 30 ثانية، وهكذا بقية الازمان. الخمسة سكند هي 5 في 60 هرتز راح يطلع لي 300 قيمة ال 300. والثانية الواحدة اللي خاصة بالتيست راح تكون 60 كلوك من سرعة ال 60 هرتز. لو كان الكلوك عندنا عبارة عن 1 هرتز فهذه الأعداد راح تختلف، هذا راح يصير ال 1 هرتز هو الثانية واحدة، وهكذا بقية قيم التايمر.
نجي نعرف الستيت ماشين. نعرف ستيت ماشين، نكتب تايب مثل ما اخذنا في المختبر الثالث. تايب ستيت از، ونعطيها الحالات اللي موجوده عندنا. الحالات اللي موجوده عندنا خمس حالات. لو نرجع الى الدايجرام الخاص بالستيت ماشين، عندنا خمس حالات: Y2, Y1, G2R1، وهكذا 1, 2, 3, 4, 5 حالات. نجي نعرفها داخل البرنامج مالنا. G2R1, Y2R1, R2G1, R2Y1 والY2Y1. كم حالة عندنا؟ عندنا الـ Pre-State والـ Next State مثل التصميم اللي أخذناه في المختبر الثالث، اللي هو كان هذا التصميم. هذا شكل الستيت ماشين. عندنا upper section وعندنا lower section. lower section هو المسؤول عن تحديث الحالة، يأخذ الحالة السابقة ويولد لي next state. الجزء السفلي هو sequential logic اللي هو راح يعتمد على الكلوك يحدث الستيت ماشين. والجزء العلوي راح ياخذ الادخالات ويعمل عمليه الكومبينيشنال لوجيك سيركت، ينفذ العمل اللي مطلوب منه ويخرج لي الاوتبوت بالاعتماد على الستيت السابقه اللي كانت موجود بيها، وراح يحدث لي، ينقل لي الى الستيت الاخرى اللي راح تعتمد على الكلوك بالاضافه الى الاشارات الاخرى. مثلا في حالتنا عندنا ستاند باي. فهذا هو الدايجرام الخاص بالستيت ماشين. عندنا جزئين: الجزء العلوي الخاص بعمل النظام، يعني إخراج، إدخال، مقارنة، عمليات حسابية، كلها تتم بالconventional logic، اللوجيك الاعتيادي. أما الجزء السفلي فهو راح يكون sequential logic، الإشارات اللي تعتمد على الكلوك ويحدد حالة الستيت بالاعتماد على شروط معينة. فعندنا حالتين. لو نرجع إلى الدايجرام، عندنا present state وعندنا النكست ستيت، يحتاج نعرفهم كسيجنال داخليه. بريزنت ستيت ونكست ستيت راح يتناقلون بين الابر سكشن واللور سكشن. فنعرف سيجنال بري ستيت ونكست ستيت، نوعهم اشنو؟ نوعهم من ستيت راح يكونون حاله، الحاله اللي موجوده بها الستيت ماشين. بعد ذلك يحتاج نعرف سيجنال ايضا هي كاونتر داخليه حتى تكون بها الستيت ماشين. هذا الكاونتر يحتاج سيجنال يبدي يحسب لنا بهذا المكان الى ان يساوي الزمن الخاص بهذه الستيت، ثم ينتقل ويصفر الكاونتر. يبدي الكاونتر يحسب اللي هو تايمر بهذا الرسم، سمينا كاونتر بالكود. يبدي يحسب الى ان تتساوى مع الزمن المخصص لهذه الستيت، ثم ينتقل الى الستيت اللي بعدها. فعرفنا قيمة كاونت ايضا انتجر، المدى ماله من الصفر الى الماكسيموم اللي هو 45 سكند، اعلى شيء عندنا بهذا التصميم. ثم بعد ذلك تبدا البيجين الخاصه بالاركيتكتشر، ويبدا الكود مالنا اللور سكشن والابر سكشن. مثل ما قلنا اللور سكشن هي المسؤوله عن تحديث الستيت بالاعتماد على الشرط مالنا، راح تكون بالشكل التالي. نرجع الى الستيت ماشين مالتنا. هذه الستيت ماشين مالتنا. احنا الحالة مالتنا اذا الستاند باي، اف ستاند باي تساوي واحد، فالستيت ماشين يبقى بال Y2 Y1. نقول اف الستاند باي تساوي واحد، then البري ستيت الحالة اللي انت بيها تساوي Y2 Y1، والتايمر يساوي صفر، وخلاص راح يخرج يبقى بهاي الحالة الى ان تكون الستاند باي قيمتها صفر. Else اذا الستاند باي قيمتها صفر راح يعتمد على الكلوك. if clock event and clock يساوي واحد، then ايش راح يسوي؟ راح يبدي يحسب، يزيد التايمر او يزيد العداد، يزيد التايمر بمقدار واحد. التايمر بالبدايه عرفناه صفر، عرفنا variable داخل هذه الستيت باللور سكشن، variable اسمه تايمر حتى يحسب لي الستيت الوحده ايش قد تطول. تايمر زيد التايمر، تايمر يساوي تايمر زائد واحد. بعد ايضا ايش عندنا؟ عندنا اف التايمر لا يساوي كاونت، اذا التايمر يساوي كاونت حدث الستيت، انتقل الى الستيت اللي بعدها. اذا التايمر يساوي الكاونتر انتقل الى الستيت.
يعني لو نرجع إلى هذا الرسم، أنا بهذه الحالة أبقى بمكاني. if timer يساوي state انتقل، وإلا أبقى بنفس المكان. if timer يساوي state يساوي الكاونتر قيمة الزمن الخاص بهذه الحالة، انتقل وإلا راح تبقى بنفس المكان. if التايمر يساوي قيمة الكاونت، الكاونت لكل حالة يختلف، إما 30 ثانية أو 45 ثانية أو 5 ثواني. إذا التايمر يساوي الكاونت ذين حدث الستيت وصفر الكاونتر وانتهت العملية. هذا خلصنا من الجزء السفلي اللي هو يحدث عملية الإخراج، هذا الجزء اللي هو راح يحدث لي النيكس ستيت والستيت الحالية اللي أنا بها إيش هي. راح ننتقل إلى الأبر سكشن اللي يعمل عملية إخراج إلى الترافيك لايت ويحدد لي الأزمان الخاصة بي لكل حالة من الحالات. نرجع إلى الكود نكتب الأبر سكشن. الأبر سكشن الخاصة بالستيت ماشين راح نسوي بروسس. الإدخالات مالتنا هي البري ستيت وإشارة التيست، ونبدأ بجن. إذا كانت البري ستيت هي راح ناخذ الكيس البري ستيت، عندما تكون البري ستيت هي ار جي 2 ار 1، عندما تكون البري ستيت احنا بهذه الستيت جي 2 والار 1 راح نسوي راح نقارن قيمة الكاونتر مع الجي 2 ار 1. عندما نكون بالستيت جي 2 ار 1 فنخرج الى الليدات مالتنا. الترافيك لايت الاول الريد يكون 1، ريد 1 يكون 1، واليلو تكون 0 والجرين يكون 0، فتكون القيمه 100. والطريق الثاني يكون جرين، فالريد مالته 0، الواي مالته 0، والجرين ماله 1، فراح يخرج الى الليدات 100 اللي هي الطريق الاول، والطريق الثاني راح يكون 001. النيكست ستيت مالت هذه الحاله ايش هي؟ لما احنا نكون بهذه الحاله النيكست ستيت راح تكون واي 2 ار 1، فالنيكست ستيت يساوي y2r1. اذا كانت قيمه التيست تساوي 0، اذا كانت قيمه التيست تساوي 0 فقيمه التايمر هي التايم الخاص بالجرين 2r1، واذا كانت قيمه التيست يساوي 1 فالتايمر راح يقارنه مع التايمر الخاص بالتيست. if التيست تساوي 0 then الكاونتر مالنا الكاونتر اللي يحسب لي زمن بقاء المصابيح بهذه الستيت يساوي زمن تايم جي 2 ار 2 اللي عرفناه احنا، جي 2 ار 2 اللي عرفناه 30 ثانية اللي هي 1800 كلوك. اذا كانت التيست تساوي 1 اذا قيمة الكاونت اخلي لها قيمة التايم الخاص بالتيست اللي هو 60 ثانية، وراح ننهي الاف. ثم بعد ذلك ننتقل الى الستيت الاخرى، نعرف وين الستيت الاخرى راح تكون y2r1، راح يكون وين y2r1 راح يكون y2 تساوي 1 والr1 يساوي 0. فنجي نفس هذا الكود، ال y2 هذه تساوي 1 هنا ويبقى r1، وهكذا بقيه الحالات. الان راح ننتقل الى الاي اس اي ونكتب هذا الكود بالكامل.